العبادي هذا الحاطين، وهذا رئيس وزارة، هذا ما يصلح راعي غنم. بالمؤتمر اللي صار بالكويت شنو اعترف؟ اعترف ان الخزينة فاضية. امريكا اعترف، اعترف على علام ان الخزينة العراقية فاضية. نعم. العراق معلومة للعراقيين يوميا يبيع 4 مليون من غير البترول اللي ينسرق، من غير تسرقه ايران وتسرقه امريكا، البترول تسرقه ايران وامريكا. نعم. دليل على ان ايران وامريكا ما دفعوا بالمؤتمر اللي صار بالكويت. نعم. زين، فاذا هو اعترف انه الخزينه فاضيه، المواطن العراقي اكيد الحكومه تفوق من المواطن العراقي. اخي العزيز، في تقرير للبنك الدولي، بس تقرير خطير صدر من البنك الدولي، ان العراق بعد 3 سنوات ما يدفع راتب موظف، يعني تفلس الدوله العراقيه. صحيح. فاخي العزيز، العرب عاده العرب اللي يسرحون راعي غنم ويفشل، ما يسرح راعي، ما يعرف راعي غنم، يغيرونه، فغيروا الموجودين هذولا أسوأ بشر حكموا العراق، أسوأ ملة، لا هم يهود، لا هم خنازير، لا هم والله العظيم ما تعرف شنو من ملة هذولا. برأيك أبو خالد، ما هي أفضل وسيلة للتغيير الموجودة حاليا في العراق؟ أفضل وسيلة للتغيير تغيرون كل الطاقة من الفاشل هذا، هذه أفضل وسيلة للحكام العراقي. هذه النتيجة الوسيلة أبو خالد، هاي نتيجة الوسيلة. نعم، الوسيلة نعم نفسها. نعم، برأيك شنو؟ الشعب العراقي، كل الملل العراقية بدون صفة معينة، كل الشعب العراقي، يعني أخي الهنود كم ملة الهنود؟ عايشين وصين كم ملة؟ نعم. والله يذبون الشيخ، يا لا عمره مدرسة، لا عمره، بغداد فاضت يا أخي، مجاري ما بيها.